هذا النظام الأساسي الجديد جاء ليحل محل النظام الأساسي القديم لسنة 2003، وجاء بمجموعة من المستجدات والمكتسبات وحافظ على مجموعة من المكتسبات، وكلها لصالح موظفي قطاع التربية الوطنية. وبتنزيلها ستعرف المؤسسات التعليمية العمومية قفزة نوعية في مجال تطوير العملية التعليمية التعلمية وتجويدها. أهم المميزات هو أن هذا النظام الأساسي الجديد كاين من بين المميزات ديالو هو التوحيد، نظام أساسي واحد ووحيد لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية، أي قام بإدماج أطر الوزراء مع أطر الأكاديميات في نظام أساسي واحد. ومن بين المميزات ديالو كذلك هو أنه نصص على تحديد المهام لكل فئة من الفئات. هذه الفئات هم كاين 4 ديال الفئات بالنسبة للنظام الأساسي الجديد، 3 ديال الفئات بالإضافة إلى فئة خاصة بالأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وهم الأساتذة حاملي الشهادات العليا من قبيل الدكتوراه. ثم كذلك من بين مميزات ديال هذا النظام الأساسي الجديد وهو التحفيز، فهو نصص على التحفيز على خلافا على الأنظمة الأساسية القادمة، سواء النظام ديال 1967 أو النظام الأساسي ديال 1985 أو ديال 2003. النظام الأساسي 2023 نصص على التحفيز. التحفيز كمدخل لهذا التحفيز، فهناك في إطار تنزيل خريطة الطريق 2022-2026 يتم العمل بمؤسسات الريادة. هذه المؤسسات ديال الريادة يتم العمل بها من بعد إجراء واحد المجموعة من التكوينات للعاملين بها من إدارة وأساتذة، ثم مواكبة لهذه الأطر العاملة بها، ثم تأهيل هذه المؤسسات، توفير واحد المجموعة من المعدات، بالإضافة أن هذه المؤسسات كل مؤسسة حقت الشارة ديال الريادة في نهاية الموسم سيستفيد كل عامل بها من 10,000 درهم سنويا، 900 معدل 900 درهم عن كل شهر. هذا كتحفيز. وبالنسبة في مجال التحفيز دائما فتم فتح الباب أمام بعض الفئات اللي كانت محرومة من الترقي إلى خارج السلم، أي محرومة من الترقي إلى الدرجة الممتازة، كانت كتوقف في المسار المهني ديالها في الدرجة الأولى أي السلم 11، وهما مدرسو التعليم الابتدائي، مدرسو التعليم الثانوي الإعدادي، وكذلك المختصون التربويون، المختصون الاجتماعيون، ومختصو الاقتصاد والإدارة. الآن ولا إمكانهم يترقاو لخارج السلم، وأي واحد منهم ترقى لخارج السلم سيستفيد من مبلغ مالي إضافي في الأجرة ديالو الشهرية هو 5,000 درهم، ولكن الصافي تيبقى 2,700 درهم شهريا، وهذا راه نوع من التحفيز ومن الزيادة في الأجر. بالنسبة للقائمين بمهام مسؤولية والتدبير المهام الإدارية والتأطير التربوي فسيستفيدون من تعويضات تكميلية، والتعويضات التكميلية راها تم الرفع منها بالنسبة ما بين 80% و 325% باش تم الرفع من هذه التعويضات التكميلية، بالإضافة لتعويضات تكميلية أخرى، وهو التعويض عن تصحيح أوراق الامتحانات الإجهادية. ستتم الرفع من التعويض الخاص بهذه العملية بنسبة 400%. ثم كذلك بالنسبة لبعض الفئات الأخرى تهي تم ستستفيد من واحد التعويض تكميلي سنوي مهم للغاية. بالنسبة للعقوبات، في النظام الأساسي السابق كانت هناك عقوبات يمكن تخاذ في حق الموظف اللي ارتكب خطأ من الأخطاء، وما كانش كتراعى فيها التدرج، يمكن نمشيه مباشرة لتوقيف الأجرة ولا اقتطاع من الأجر. الآن لا، توقيف الأجرة اقتطاع من الأجر ما بقاش إلا في الحالة فاش يكون الموظف ارتكب واحد الخطأ جسيم ولا واحد الجرم الذي يمس بالأمن العام. وهذه العقوبات اللي يمكن تخاذ في حق الموظف ولا الآن يمكن تمحى ماشي بالأقدامية، كان من قبل الأقدامية، التقادم مع
الملف ديال الموظف يكون خالي من بعض العقوبات الجديدة، تيمكن من بعد واحد المدة سنوية تتمحى العقوبة. الآن لا تيمكن بدون تقادم تيمكن تمحى العقوبة المتخذة في حق الموظف اللي ارتكب خطأ ما، وهذه الطريقة ديال محو العقوبة هو يكون عنده حصل على شهادة تقديرية من الوزارة من خلال العمل اليومي ديالو، من خلال المهام التي يقوم بها، من خلال الاجتهادات التي يقوم بها في مجال المهام ديالو سواء كانت فردية أو جماعية. نراه منذ سنة تقريبا والتواصل جاري على مستوى اللجان التقنية المكونة من ممثلي الوزارة وممثلي النقابات الأربع التي وقعت اتفاق 14 يناير 2023 أمام تحت إشراف السيد رئيس الحكومة. إذا منذ توقيع هذا الاتفاق والعمل جاري لإعداد وإخراج هذا النظام الأساسي الجديد الذي تم إخراجه للوجود عبر المرسوم الأخير اللي صدر في هذا الباب. طبعا وقبل ما يصدر هذا ما يتم إعداد النسخة النهائية لهذا النظام الأساسي الجديد، راه كانت تعقدت ما يزيد على 50 لقاء على مستوى اللجنة التقنية وعدد مهم من اللقاءات على مستوى اللجنة المركزية.